بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد في البرنامج بتاعنا اللي يعني نرجو أن يحظى برضاكم ويحظى بمتابعتكم ويحظى باهتمامكم. برنامج حامل الأمومة. هي يعني احنا دايما في كل مرة بنختار عنوان نتكلم عنه، وبنختار يعني تأثير اللي بنتكلم عنه ده على الصحة العامة للمرأة، ثم الصحة الإنجابية بالتحديد للمرأة، وده عشان نتفق أو عشان يعني نتوافق مع العنوان بتاعنا والهدف، وهو حلم الأمومة. يمكن النهاردة هنتكلم في حاجة قد تبدو يعني شائعة جداً، ولكن الاهتمام بيها مش على قدر شيوعها ومش على قدر انتشارها في السيدات. هنتكلم عن الإفرازات المهبلية. طبعا للوهلة الأولى أنا سألك، طب ما إيه يعني إفرازات؟ إيه المشكلة؟ يعني النهاردة جاي تكلمنا في عن حاجة يعني معتادة، كل الستات عندهم إفرازات مهبلية وبيشتكوا منها وبيتكلموا عنها، وشوية يعني أعراض بسيطة بتتناولها الأمور. يعني أنت جاي تقول في حاجة مهمة في الحكاية دي؟ آه، في حاجة مهمة في الحكاية دي. ما يعني بداية عايزين نقول إن الإفرازات المهبلية ديت واحدة من 5 أعراض قد تشكو منها المرأة فيما يتعلق بأمراض نساء عموما. يعني السيدة بتيجي تشتكي في أمراض نساء من عرض من 5 أعراض: الإفرازات المهبلية، أو دم متغير مش في مواعيد الدورة، أو إنها تكون يعني ما أكرمتش بحمل، أو إن يكون عندها يعني ورم في البطن أو في الجهاز التناسلي بصفة عامة. يبقى يا ورم في الجهاز التناسلي، أو إن في إفراز مهبلي مش مظبوط، أو إن عندها دم متغير، أو إن عندها ما حصلش حمل، أو قد يكون عندها ألم تشتكي منه. فدي الخمس أعراض الأساسية اللي بتشتكي منها السيدات لما بتروح للدكتور في أمراض النساء والولادة عشان تقول له أن في مرض أو في حاجة مش طبيعية. نتفق مرة تانية عليهم: الألم، ثم الإفرازات المهبلية، ثم تأخر الحمل أو وجود ورم أو وجود الآلام اللي بتبقى مصاحبة لأي عرض من هذه الأعراض. يبقى إما الألم أو الإفرازات المهبلية أو الدم المغاير أو تأخر الحمل أو وجود ورم في الجهاز التناسلي. دي الخمس أعراض الأساسية اللي بتيجي تشكو منها المرأة في عيادة أمراض النساء والولادة. لو إحنا خدنا الإفرازات المهبلية، أولا الطبيب لابد يعني أنا عايز أكمل الحتة دي، لكن برضو الاتصالات بدأت يعني إيه تلاحقنا، فلازم برضو يعني نرضي الناس اللي بيتصلوا بينا ونحقق ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. أيوة دكتور، لازم أنا حضرتك يعني عملت كل كشف و يعني صوتي هانم شويه كده. الصوت من فضل حضرتك. الصوت من فضلك. ايوه حضرتك سامعني كده؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك انا عملت التحاليل كلها. ايوه. الاف اس اتش والتي اس اتش. ايوه. والال اتش وهرمون اللبن وطلعوا كلهم مظبوطين يعني. كويس خالص. وعملت اشعه بالصبغه. تمام. وكان الدكتوره قالت لي ان فيها انبوبه يعني متضخمه شويه وفيها التهابات. اه. ورجعت عملت منظار. ايوه. فقالوا لي ان انت عندك انسداد في الانبوبتين، وصل للانبوبتين نفسه. ايوه. بسبب عدوى بكتيريه. ايوه. فحضرتك يعني انا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه يعني. حاضر. قالوا لي اعملي حقن وكده يعني. حاضر. فحضرتك حاضر، هنتواصل مع حضرتك حالا دلوقتي. الحقيقه الاتصال ده جاء في اوانه بالظبط الحقيقه. يعني هي يعني سبحان الله، زي ما اهتمينا بموضوع ما اهتم التساؤل بنفس الموضوع. الأخت الفاضلة اللي سألت بتقول إنها عملت التحاليل الهرمونية طلعت كلها مظبوطة. أشعة بالصبغة بتقول إن عندها تمدد أو يعني انتفاخ في إحدى الأنابيب. لما عملت منظار قالوا لها الأنبوبتين مسدودين. هنتوقف هنا
وهنربط الحدث ده بموضوع الإفرازات المهبلية. هل الإفرازات المهبلية ممكن تؤدي إلى هذه المشكلة، ثم إن الست في الآخر بتقول إن قالوا لي اعملي بقى حقن مجهري أو يعني روحي في السكة دي علشان أنا يعني، هل ده ممكن يكون في ارتباط بيني ودي؟ آه، زي ما قلنا إن الطبيب لما بيتعرض لأحد الأعراض بتجيله بيها السيدة في العيادة. ناخد اتصال تاني ونكمل. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. بص يا دكتور والنبي، عشان أنا دلوقتي مش قدامي تلفزيون، عايز أسأل سؤال وأسمع رده بسرعة جدا يعني. بسرعة جدا. حاضر يا فندم. دلوقتي أنا ليا أختي. أيوة. عندها السكر. السكر. اتجوزت 3 مرات حتى الآن. هي بس يعني بيطلع لها حاجات غريبة في بقها وكده، ففي دلوقتي دكتورين بيقولوا لها أنت مناعتك ضعيفة. طب أنا سوري في السؤال يعني. تحليل المناعة ده اللي هو يعني اسمه الإيدز من الآخر كده؟ نعم يا فندم؟ بيعطينا تحليل المناعة. بيقولوا عشان مناعتك ضعيفة جدا. أيوه. التحليل المناعة ده اللي هو احنا بنقول عليه الإيدز. لا ده اسمه مرض نقص المناعة. التاني اسمه مرض نقص المناعة. مرض نقص المناعة دي حاجة، وقلة المناعة أو ضعف المناعة ده موضوع تاني. يعني صح إن حضرتك شخصيا مثلا بعد الشر عليكي يكون عندك انفلونزا مثلا، فيبقى عندك نقص في المناعه ساعتها. واللي يخلي الفيروس ده يهاجم حضرتك الا اذا كان عندك نقص في المناعه في هذا التوقيت من الوقت او من الصحه، يعني يقدر الفيروس يهاجمك نتيجه يعني نقص مؤقت في مناعتك لاي سبب من الاسباب، بتاخدي مضاد حيوي، مجهده، تعبانه، عندك ظروف صحيه اخرى. يمكن اخت حضرتك عشان عندها السكر، السكر بيؤدي لنقص المناعه، فبالتالي سهل مهاجمتها ببعض البكتيريا وبعض الفطريات اللي بتعمل لها الالتهابات الفمية اللي هي بتتكلم عليها. أيوة. كون بقى انها يعني تزوجت 3 مرات، مش عارف بقى اذا كان حصل حمل ولا لا، لكن طبعا ان شاء الله تبقى الامور يعني منحسرة في الحتة دي. لكن نقص المناعة هو اللي هو الدكتور قال لها عليه ده، ده غير مرض نقص المناعة اللي هو الايدز، دي حاجة تانية. انا كده جاوبت بسرعة زي ما حضرتك كنت عايزاني اجاوب بسرعة. نرجع للموضوع بتاعنا. طبعا الاخت الاولانيه احنا مش بنسوف في الاجابه، ولكن احنا بنجاوب دلوقتي على اللي حضرتك قلتيه لنا. الافرازات المهبليه زي ما الطبيب بتروح له المريضه بتشتكي من افراز مهبلي او بتشتكي من الم او بتشتكي من ورم في البطن او بتشتكي من انها تاخر عليها الحمل او بتشتكي من الافراز المهبلي، لابد ان يربط الاعراض ببعضها. يعني هي بتشتكي من الم، لازم اسالها في افرازات مهبليه مصاحبه، في دم مش مظبوط، في ورم لحظاه، في تاخر في الحمل، لازم نعمل يعني نوفي هذه المنظومه من الاعراض المرضيه حتى اننا نصل الى التشخيص المناسب. الافرازات المهبليه اخد تاني اتصال وهبدا على طول فيها. مدام عزه. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، حامل ب3 شهور. ايوه. في اخر الثالث. ايوه. دلوقتي الانقطاع بتاع مدام عزه، اتصال قصدي انقطع. فنرجع نقول الافرازات المهبليه لابد طبعا، كثير جدا الافرازات المهبليه دي حاجه طبيعيه، يعني ما فيش سيده ما عندهاش افراز مهبلي. هذا الافراز المهبلي قد يكون افراز صحي، قد يكون افراز طبيعي قصدي اقول يعني، وقد يكون افراز مرضي. وليس كل افراز مرضي يؤدي الى مشاكل في الخصوبه او يؤدي الى مشاكل في احتمالات الحمل. ولكن انا يعنيني حاجتين الحقيقه، يعنيني انه لا نستهين بهذا الافراز المهبلي، لابد من ان احنا نروح للطبيب نشوف ايه حكايه الافراز ده. احيانا يبقى هذا الافراز هو العلامة المبينة على وجود مرض خبيث داخل الجهاز التناسلي الأنثوي. أحيانا يبقى هذا الإفراز المهبلي قد ينم عن إن ممكن يكون عندها مشكلة داخل الحوض قد تعوق الحمل. الفيصل في القرار للطبيب المعالج. ناخد اتصال وأكمل النقطة دي. السلام عليكم. مدام مروة. السلام عليكم. عليكم السلام يا مروة، أهلا. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، إزيك؟ الحمد لله كويس. أموري. بقول لحضرتك أنا عملت النهاردة السونار. عملت سونار النهارده؟ ايه؟ عملت سونار النهارده؟ اليوم العاشر في الدورة. اليوم العاشر في الدورة. فالبويضة طلعت 19. 19. ما خدتش منشط ولا أي حاجة. كويس قوي. والدكتور كاتب لي إبرة تفجير أخدها بكرة. تمام. فده الميعاد المعين لها ولا استنى؟ أنتِ ما خدتيش منشطات خالص الشهر ده يا مروة. إيه؟
ما خدتيش منشطات خالص الشهر ده؟ لا انا كنت عامله حقن مجهري في اول شهر 2، فما حصلش حمل وكده، والبيريود جات لي، والتاني بيريود بعد الحمل الحقن المجهري دي. تمام. فانا دلوقتي من غير اي منشط الحمد لله. التابوت النهارده وصل 19، والدكتور بكره الصبح قال لي خد ابره التفجير. ايوه. فده الوقت المناسب لها ولا لسه؟ ده وقت مناسب. وقت مناسب. هو الوقت المناسب اللي ما بين ال 18 لحد 22 مللي. طب هو مين الاحسن، ال 18 ال 19 ال 20 ال 21 ال 22؟ ده بيخضع لتقييم الطبيب المعالج حسب الادويه المستخدمه، اذا كان في ادويه مستخدمه، وحسب كمان الجدار بتاع الرحم شكله عامل ازاي. يعني هو مش بس البويضه قد ايه، ده كمان قصادها جدار الرحم قد ايه، يعني سمك جدار الرحم قد ايه، ده بيقول لنا احنا بالظبط يعني فين بالظبط. طيب نرجع تاني للموضوع الافراز المهبلي. اخد اتصال تاني. مدام صفاء. الو. ايوه يا فندم. لو سمحت كنت انا حضرتك كنت عايزه استفسر، بس انا كنت متجوزه بقالي 14 سنه وعملت منظار. وطلع كويس، وعملت منظار تاني في 2006. ايوه. قال لي في الفتنة الرحميه المهاجره، وعملت اورام ليفيه. استئصال اورام ليفيه كانت كبيره من قيمه حوالي 3 اسابيع كده، واتشال الورم، وكان عندي البطانه الرحميه المهاجره والدكتور كواها. فكنت عايزه استفسر بس دلوقتي بعد 3 اسابيع حياتي عشان الجرح وكده، لان هو فتح بطن، هتبقى الحياه ازاي، حياتي الزوجيه وكده، وعشان الجرح ممكن يتفتح تاني ولا لا، وموضوع الاورام دي ممكن ترجع تاني. حضرتك عملتيها من 3 اسابيع العمليه؟ عايزه استفسر عن الموضوع اللي هي التلقيح المجهري او اللي هي اطفال الانابيب وكده. طب حضرتك عملتي العمليه من 3 اسابيع بتقولي؟ نعم. عملتي العمليه من 3 اسابيع؟ سامع حضرتك. عملتي العمليه من 3 اسابيع يا صفاء؟ من 3 اسابيع. طيب اذا كنت بتتكلمي عن عوده العلاقه الزوجيه، فاحنا يعني الوقت ده معقول مش وحش، لكن تمام شفاء اي جرح بنفتح فيه البطن بيبقى ما بين ال 42 الى 60 يوم. واشمعنى الرقم ده؟ طبعا احنا بنقفل الطبقات الداخليه للبطن وللبريتون وللجلد بغرز. المفروض ان الغرز دي ليها قوه في انها تمسك الانسجه كويس وتلحمها تماما. بتتم هذه العمليه في ما بين 42 ل 60 يوم. الفتره اللي قبل كده بتبقى الانسجه متماسكه، ولكن لما اقول لك ان الجرح ده خف، كلمه جرح خف، بتمر بمراحل معينه من وجود خلايا معينه بتفرز افرازات معينه تخلي الطبقات تلتئم وتقترب من بعضها. يعني هذا اللحام الالهي اللي ربنا اوحاه لهذه الخلايا ولهذا الجسم عشان يلتئم في جروحه، الحقيقه بيبقى مش اقل من 42 الى 60 يوم عشان يتم الالتئام، والغرز اللي احنا خدناها جوه يبقى الجسم اتصرف فيها وبدا يعني ايه يحللها. لكن التعامل بقى بشكل يعني عادي في الحياه انها تمارس علاقتها الزوجيه او يعني تتحرك او تشوف حاجات بيتها، ده ممكن يكون بعد اسبوع 10 ايام بالكتير قوي، طالما ان احنا مفيش دم نازل مهبليا، يبقى بالتالي تقدر تباشر علاقتها الزوجيه طالما ان مفيش دم نازل عليها. الوقت بتاع البرنامج وصل الى نهايته، ولابد ان نغادركم ونغادر هذا المكان. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. تحيه طيبه وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى لقاء قريب باذن الله. شكرا والى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور محمد حسن مصطفى، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب، قصر العيني، تليفون 012-22-18-18-06 أو 377-39-33 أو 022-73-72-73-74. العنوان 446 شارع الملك فيصل، برج النصر، الدور الثامن، شقة 810.